إبرة الشهر وإبرة الثلاث شهور. إبرة الشهر من الوسائل المضمونة السهلة الاستخدام، مش محتاجة ان انا كل يوم استخدمها، استخدميها مرة في الشهر، سهلة جدا ومضمونة. هل ليها مشاكل؟ هي نفس مشاكل اقراص منع الحمل العادية، وده اللي اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده. ايه مشاكل الإبرة لكل 3 شهور؟ الإبرة لكل 3 شهور من الوسائل القوية جدا اللي بسبب فعلا ان التبويض يقف، والمشكلة انها بتكون موجودة في الجسم لفترة طويلة، يعني انت ممكن بتستخدميها 6 شهور بس مفعول الإبرة يفضل بعديها في جسمك لسنة وسنة ونص، تبقي عايزة تحملي مش عارفة تحملي. طب هل يا دكتور ينفع اعتمد عليها ان انا خدت حقنة مثلا من سنة وبقالي مثلا 6 شهور ما حملتش، انا كده هي مكملة في جسمي؟ لا طبعا، ممكن تتفاجئي ان انت بعد كده حامل. يبقى الوسيلة دي بنفضلها عادة الإبرة اللي كل 3 شهور لست، خلاص كملت عدد اولادها، جابت 3 او 4 ومش ناوية تحمل تاني، علشان ما تبتديش تدور على علاج للآثار السلبية بتاعة الإبرة اللي كل 3 شهور. الحاجة التانية ان احنا بنحتاج انك تنتظمي على كالسيوم علشان تحافظي على عظمك عموما طالما انت مستخدمة الإبرة اللي كل 3 شهور. تابعوني فيديوهات جاية.